تاني بعد الفاصل. معانا ميك اب ارتست أمنية حمدي. منورانا يا أمنية. كل بنت بتهتم طبعا بتروح الجامعة، بتهتم بالميك اب بتاعها، لازم الميك اب بتاعها يكون ميك اب صباحي خفيف. أكيد. فاحنا انت منورانا عشان ميرسي، انت تقولي اللي لنا منوري. منورانا يا أمنية. ميك اب خفيف للبنات بتوع الجامعة، لما يروحوا الجامعة يعملوا ميك اب خفيف سريع ما اوكي ياخدش منهم وقت. طيب، حابين نستارت على طول؟ لا، عايزين في الاول نعرف ايه هي الادوات اللي نستخدمها لميك اب، للوك ميك اب سريع للجامعه او هو للشغل مبدئيا صباحي. علشان الشمس بتأثر على بشرتنا جدا، فاحنا هنحط سان بلوك، وهنستخدم الفاونديشن. لو هنستخدم فاونديشن هيكون فيه اس بي اف بدرجه عاليه، والباودر هيكون واقي من فيها الشمس اس بي اف برضه. بدرجه عاليه برضو علشان الشمس ما تضرناش. بلس ان احنا هنحط بقى الماسكارا، بس ما مش هنحط اي حاجه تانية، ولا اي شادو ولا بيزس كتير علشان الشمس ما تاثرش ولا علينا. فونديشن بقى، ولا كل ما نحط الميك اب يقل كل ما كان ضرره اقل ضرره وافضل كمان عشان الشمس ومش طبعا. هيكون فيه كالرز كتير يعني. طيب، هو عادي ان احنا نحط باودر او فاونديشن على الساند بلوك؟ عادي، مفيش مشكله. متاح بالنسبه لنا؟ عادي يعني. طبعا. طيب، طلع ممكن فظيع تبداي معانا دهني وتشرحي على لنا تشرحي لنا كده بالتفصيل ايه الحاجات السريعه اللي احنا ممكن، يعني اي بنت بتروح الجامعه عايزه بتقوم الصبح بدري، فلازم تعمل حتى ميك اب خفيف سريع. اوكي، يلا ماشي. بينا. دلوقتي احنا معانا دينا. اوكي، احنا كلنا هنحطه لها موسترايزر. ده زي برايمر مثلا، مرطب للبشرة مثلا. وهنستخدم فاونديشن فيه اس بي اف او واقي من الشمس، وباودر فيها اس بي اف. تمام. احنا هنعمل ميك اب ما بياخدش وقت خالص، علشان كل الناس الصبح وهي رايحه الشغل او الجامعه ما بيكونش عندهم وقت كافي يعني، هو ان هم اصلا يعملوا ميك اب بيصحوا كتير. فعايزين ينزلوا بسرعه. فاحنا بناخد الفاونديشن بنوزعه بشكل عشوائي، ما بنحطش زي ما بنكون خارجين، تغطيه بسيطه بس بشكل عشوائي خالص، ما بنعملش كفر للبشره. وفي امنيه بقى فاونديشن بيبقى معاه بلس ان هو واقي شمس، صح؟ هو الفاونديشن اللي حاطه دلوقتي ده فيه نسبه اس بي اف عاليه، وبنثبته بالباودر فيها نسبه اس بي اف عاليه. يعني هي ممكن ما تحطش سان بلوك، بس يفضل ان هي تحط سان بلوك. بس السان بلوك مش بيسيح يعني، بيفرز دهون هو او احنا بيعمل بنحط عرق السان بلوك، فبيبهدل الميك اب. احنا بنحط السان بلوك ونستنى حوالي 10 دقايق يكون البشره شربته. بعد كده بنحط فاونديشن وبنوزعه بطريقه التابنج كده علشان ما نخلطش ده مع ده. هو كل حاجه بنحطها هنوزعها بطريقه التابنج. حتى الباودر اللي هنستخدمها هنستخدمها بطريقه عشوائيه، مش هنحطها كتير، اللي هو تطفي اللمعه بتاعه الفاونديشن بالظبط، وتثبت الفاونديشن معانا. تمام. هناخد لون اي شادو خفيف قوي ترابي كده. يفضل صباحا ان الشادو إيه يبقى ترابي. بقى هيبقى ترابي، اللي هو يعني ممكن حاجه بسيطه قوي كده زي الرمل كده. يعني ما دي يبانش الالوانات خالص، اللي هي الصباحيه، اللي هو يحدد العين بس ما يبقاش فيه لون باين الصبح. باين. نعمل له بلندنج كده، هو يعني بيبقى قريب قوي لون الجفن الطبيعي بتاعنا. بصي فوق فوق، بنحطه هو نفسه تحت العين كده شوية صغيرين. بعدين بناخد براش فاضية عشان لو في حاجة وقعت مننا. ناخد لون بلاشر هادي جدا برضو.
الالوانات ايه بقى اللي الالوان الاكتر للبنوتات يعني البيتش الخوخي الحاجات البينك البسيطه ما بنحطش منه كتير برضو بنرفع عظمه الخد كده انت بس بتظهري الملامح بالظبط ممكن لو الوش محتاج كونتورنج بسيط قوي يعني بنعمل الخد كده حاجه بسيطه جدا ما بنعملش كونتورنج قوي الصبح يعني الكونتور للبنت اللي وشها يعني اللي هي طويل. الخد عندها مش متحدد مش متحدد العظمه مش متحدده هنا عايزين نصغر النوز شويه بنحدد عظم النوز بس مش اكتر من كده او تغمق القوره بس نحط شويه ماسكارا بسيط جدا ما يفضلش لاينر او حاجه لا اعتقد الصبح يعني ان حد يقف يحط اي لاينر دي مش هتبقى حاجه لطيفه او سريعه يعني احنا ممكن نحط طبقه كثيفه من ماسكارا تدينا لوك احلى ضيق اعلى تعلي الرموش بالظبط هو فعلا لما اتحطت الماسكارا ظهرت ظهر الوش اكتر بصي فوق حلو جدا هادي خالص مصيفة هو بس مجرد ان احنا عملنا ايه ملامحها بيناها اكتر من غير ما نبين ان هي حاطه حاجه لان الصبح بيبقى مزعج قوي الالوان هنحط لون لبستيك بسيط جدا وعليه لب جلوس بسيط جدا ايه الالوانات برضو اللبستيك المناسبه للصبح النود بقى اكتر حاجه البيج البينك الحاجات بتبقى دي بتبقى مات ولا مش كل الناس بتحب المات برضو بس يعني يفضل انه يكون مات مطفي ما فيهوش لمعه بالظبط ما يظهرش وبرضو مش هنحطه بطريقه لو احنا خارجين ان احنا بنحط الروج قوي كده لا احنا هنحط حاجه بسيطه جدا حلو جدا وبدأ يظهر كمان بس اللوك ده للصبح بس يا للصبح يعني ازود الشغل ايه مثلا لو انا الجامعة مثلا عايزه اعمل بسيط زي ده بس ازوده بالليل يعني ازود ايه هزود لون الاي شادو شويه ممكن ادخله على البني يعني هو بيج كده ممكن وزود ادخله على البني صح؟ هزود تغطيه الفاونديشن واحط كونسيلر هزود الكونتور هقوي لون الروج شويه وهحط اي لاينر لو انا حابه طب احنا ممكن ننقل اللوك ده من صباح المسائي دلوقتي ممكن ننقله تمام عشان برضو كل اللي بيشوفونا يعرفوا هو ده الصباحي ده صباحي كده طيب احنا كده عملنا لوك خالص. سامبل خالص للبنات في الجامعه اللي هو ما يبانش ان هو فيه حاجه قويه جدا طيب علشان ننقل اللوك ده بنزود ايه بقى طيب اول حاجه احنا هنقوي لون الاي شادو من البيج هننقله للبني مثلا او على حسب اللبس اللي احنا لابسينه بقى ممكن نختار بينك ونختار ازرق نختار اخضر على حسب اللون اللي احنا هنكون لابسينه هنقوي من عند الكريس هنا اللي هي كسرة العين ممكن نسيب اللي جوه افتح تقسمي تقسميها
بعدين تعملي دمج. بنفس اللون اللي اخدته البراون الغامق ده هعمله تحت العين، ازود بقى بالظبط، هحدد بيه اللاين بتاع الرموش خط اللي العين، تحت. خط الرموش ده بالليل بقى يا نور، غير السواري طبعا، غير السهرة او لو عندنا فرح او كده. أمنية قوليلي، من كتر استعمال الميك اب البشرة بتبقى مجهدة شوية أو بتدبل حبة، أكيد. وممكن يعني لو استعملت ميك اب مكان حد أو البيوتي مكان حد بالظبط، البشرة بتتعب أو شوية. البراش نفسها مكان حد، بالظبط، هو طبعا مش محبذ خالص إن حد يستخدم الميك اب بتاع حد أو يستخدم الفرش خصوصا بتاعت حد تاني، علشان الموضوع ده بينقل بكتيريا، بينقل انفلاميشن، طب حبوب، كل الكلام ده مش طب انتوا كميك اب مثلا، كمتخصصين ميك اب، لما بيجي لكم كذا حاله او كذا لو كذا حد في نفس اليوم بتعملوا ممكن ايه؟ يكون، اكيد مش هتبقى لكل واحده فرشه وترموها، لا صح؟ هو ممكن يكون عدد الفرش بس بيبقى اكتر اكتر. شوية. البيوتي بلندرز طبعا بتبقى مختلفة مختلفه. و في almost الغالب بيكون البيوتي بلندر هي اهم حاجه، لان هي بتدي اول تغطيه، بالظبط هي دي اللي بتاخد العدوى كلها بالظبط. يعني. يعني ممكن البراش بتاعت العين ده يعني ما يكونش بتعملوا فيها ايه بيتغير، يا امنيه؟ مثلا بتغسلوها او كده، احنا هي البيوتي بلندر بتعقموها؟ طبعا بتتغسل وبتحط في المايكرويف في درجة حرارة معينة علشان تتعقم كويس. كمان ممكن نضيف هايلايتر، ده مسائي، لوك مسائي او بالظبط، بعد الظهر، ممكن مش سهره. مش سهرة، لا سهرة ممكن بقى هنزود رموش، هنزود ايلاينر تقيل، هتقلي كل حاجه بقى، اماكن تظبطي الهايلايتر بقى كونتور هنحط على كامل. النوز بون هنا، العظم بتاع الوش هو اللي بنحط له الهايلايتر. حلو جدا، وظهر اكتر عن ميك اب الصبح. وهنزود احنا كده خلصنا ليبستيك ولا بقى، لسه في حاجه تاني؟ هنزود ليبستيك وبس خلاص. هتقلي بالظبط كده، لون الوانات بقى، غامقه بقى يا امي الوانات غامقه، صح؟ طبعا، يعني هنحط لون شويه هو على براون قريب من اللي في عينيها شويه. طلع موضه حاليا ان انت بتدمجي اكتر من لون روج، لون ليبستيك، بالظبط، وبيدي درجه مختلفه تماما. يعني ممكن نحط جوه احمر شويه يخرج على بينك، بره شويه على اورنج، ونبلند كلهم مع بعض فهيدولنا لوك وردي كده للشفايف، مختلف وجميل. هيدلنا لون تالت خالص، هو ملوش علاقه باللي احنا حطيناهم. بتكوني انت عارفه الالوانات مع بعض تركيباتها هتديكي لون وكل ايه، ولا بشره انت هيليق ساعه عليها الوان معينه، ساعه ما بتحطي الميك اب بتدمجي، فهو بيطلع على حسب هو يعني. كل بشرة هنحط لها ألوان معينة، وبلاس ان احنا لازم نشوف الألوان اللي في العين احنا حاطين ايه وهي لابسة ايه. بس اللون ده هادي على بالليل. اللون ده لأ، هو دايما لبستك المات لما بينشف لونه بيغمق شوية، فهو هيكون براون. ممكن لو هي سواريه تحط أحمر، لو حابة أحمر ممكن تحط فوشيا، يعني هو ده مش من الوان النود الفاتحه بس هو دوت طالع موضه الفتره دي، الالوان اللي على براون على بيج سواء بالليل او الصبح. وطبعا لو احنا مقويين ميك اب العين ما بنحطش ليبستيك قوي، يعني على حسب ميك اب العين، ميك اب العين هو اللي قوي يحدد لي احط الليبستيك لون ايه هادي بشفايفي. على بالظبط، شويه. لا، في ناس بتحط لون الليبستيك ده لون ميك اب العين. ما هو انا لو حطيت هنا احمر وحطيت هنا سموكي بيدي لوك شرير جدا. ايوه هو ده كده اللوك النهائي، صح؟ يعني سيمي فاينل لوك، يعني لو في وقت ممكن نحط لاشز ونعمل ايلاينر،
في وقت معانا يا امنيه؟ هو حاليا انت فقرتنا خلصت خلاص. اوكي انا اتبسطت معاكم جدا. هو لوك مسائي حلو ولطيف برضو مش سهران بالظبط. يعني هو ممكن يعني مشوار بعد الظهر. بعد الظهر بالظبط كده. اتفضلي عشان نختم. ثانك يو. احنا كده خلاص خلصنا. انت خلصتي وفقرتنا خلصت. كنا سعداء بوجودك معانا النهارده. انا اسعد ان شاء الله ان انت عملتي حلقه ورانا وعملت لنا الميك اب لينا احنا. شكرا كمان كان حلو جدا. فمنورانا يا امنيه وتشرفينا تاني ان شاء الله. انا اتشرفت بيكي. ميرسي. يا رب تكون فقراتنا كلها عجبتكم. استنونا الاربع الجاي مع الشاي الاخضر.